في الأسبوع الفائت حكيت عن هدف حياة الإنسان المسيحي وتورطت لأنه بعدين قالوا لي طب كيف يا أبونا بتقولنا هدف الحياة هو القداسة والوصول للكمال والوصول للمسيح، طب كيف بدنا نسوي هذا الإشي؟ فالجواب برضو بحكي لنا يا القديس نكتاريوس. بس قبل ما أحكي شو حكى القديس نكتاريوس بحب أحكي للكل إنه الحياة المسيحية ما بتقدر تعيش المسيح وما بتقدر توصل للكمال، ما بتقدر توصل للقداسة، ما بتقدر تكون قديس بس وانت قاعد. رح تقولوا لي طب ما احنا قاعدين في البيت شو بدنا نسوي؟ بس انا ما بحكي عن القعدة في البيت، انا بحكي عن انه نقعد متكتفين الايدي وما ناخد اي اكشن في حياتنا، ما يكون في اكشن في حياتنا، حياتنا تكون باردة ميتة. ليش؟ لأنه في المقابل لما إحنا بنكون قاعدين أو نايمين وما منسوي شيء في حياتنا ومستسلمين، في بالمقابل إبليس الشيطان شغال طول الوقت، ما بينام وما بتعب ولكن بيعمل شغله كامل، وشغله هو إنه يبعدنا عن الأحضان الأبوية، إنه يبعدنا عن طريق الخلاص، يتوهنا من إن نوصل ونمشي في طريق القداسة اللي آخره نوصل للملكوت السماوي. هذا شغله وبيسويه بكامل طاقته وبكل خبرة وبكل نجاح كتير مرات. بس نجاح إبليس مش لأنه هو كتير شاطر، ولكن لأنه إحنا نايمين، لأنه إحنا كسلانين، لأنه إحنا ما بدنا نتعب، بدنا نوصل للملكوت وبدنا نوصل للأحضان الأبوية بس لأنه منعرف إنه الرب يسوع المسيح بيحبنا، بيستنانا، مات على الصليب لأجلنا ولأجل خلاصنا. كل هذا مزبوط، بس في إشي، في إشي إحنا لازم نعمله، بدنا نمشي في هذا الطريق، بدنا نجاهد، بدنا نتعب، بدنا نعيش زي ما كان عايش الرب يسوع المسيح مشان نقدر نوصل للرب يسوع المسيح ونملك معه في الأبدية ونحيا الفردوس مع الرب يسوع المسيح. بدنا وواجب علينا إنه نعيش هذا الفردوس من هلأ، من وإحنا على هاي الأرض. بدنا نتمثل بالإنسان بالشخص اللي إحنا منحبه وهو الرب يسوع المسيح. كيف بدي أتمثل فيه؟ بدي أحمل صليبي زي ما هو حمل صليبه، وصل الجلجلة وانصلب حتى وصلنا للقيامة. نفس الشيء أنا بدي أكون، أنا بدي أحمل صليبي في هاي الحياة. ما في فردوس من غير تعب، ما في قيامة من غير صليب. معناته ما بنفع اني احكي بدي اسعى للقداسة واوصل للكمال واعيش في الملكوت اذا انا ما عم بتعب، اذا انا ما عم بجاهد. والاباء والاباء الكنيسة بسموه الجهاد الروحي. الجهاد الروحي ليش سموه هيك الاباء؟ لانه فعليا نحن المسيحيين نحارب قوات الشر الغير منظورة اللي بتسعى هاي القوات الشر، إبليس، الشيطان، شو منسميه، إنه يرجعنا لورا، إنه يأخذنا من المسيح، إنه يبعدنا عن طريق الخلاص وطريق الفردوس. فمشان هيك إحنا بيكون جهادنا إنه نعكس هذا الشيء، إنه نغلب هذا الشيء، إنه ما نستسلم ولا لأي تجارب
ولا لأي ضيقات ولا لأي شدة. رح تقولوا لي احنا بني آدمين، مزبوط احنا بني آدمين ورح نسقط ورح نوقع، ولكن في كل مرة بنسقط فيها لازم نعاود نقوم، لازم نعاود نصعد من السقطة اللي احنا فيها، نقوم ونحط سقطاتنا لورا ونتقدم لقدام باتجاه نور المسيح، باتجاه المسيح، باتجاه صليب المسيح. وهيك منعيش الفردوس، هيك منحيا حياة القيامة في حياتنا، بتتجدد فينا قيامة الرب يسوع المسيح في كل مرة نحن منسقط ومنقوم، بكل مرة نحن منجاهد في كل جهاداتنا الروحية اللي احنا كتير مرات منستسلم ومنقعد ومنقول مش قادر، ما أنا إنسان، خلص مين دي يسأل، وإحنا هلأ قاعدين في البيت مش عارفين شو نعمل، حتى الكنيسة مسكرة ما عم نروح على الكنيسة، مع أنه الكنيسة مش مسكرة في الوقت اللي بيكون فيه ما في منع تجول، الكنيسة تكون مفتوحة مشان نيجي نسجد ونأخذ بركة الكنيسة وبركة القديسين. ولكن دورنا بأنه يكون في جهاد روحي في حياتنا. مظبوط أنا في البيت وقاعد في غرفتي وما في حدا شايفني، بس في الله شايفني وهو قاعد بستناني. ولكن أنا شو عم بعمل؟ هل فعلا أنا عم بجاهد مشان أوصل لالله ولا لا؟ رح تقولوا لي شو عم تحكي، من وين هذا الحكي جبته؟ رح نقول أول شيء قبل ما نحكي سؤال القديس بولس، القديس نكتاريوس، رح أحكي سؤال القديس بولس في رسالته الأولى لتيموثاوس بالإصحاح السادس عدد 12، بيقول القديس بولس: جاهد جهاد الإيمان الحسن وامسك بالحياة الأبدية التي إليها دعيت أيضا، واعترفت الاعتراف الحسن أمام شهود كثيرين. عم بطلب منا واضح القديس بولس بأنه يكون في بحياتنا جهاد، وهو بخاطب القديس تيموثاوس. وإمتى كان في شهود على هذا الشيء في حياتنا؟ يوم المعمودية، لما احنا تعمدنا ولبسنا المسيح وهيك طلبنا من المسيح بانه نكون شهود لإله. وكيف بنكون شهود لإله؟ بحياتنا، من خلال جهاداتنا، من خلال حياتنا في العالم. وما بيوقف هيك القديس بولس، وبرسالته الثانية لتيموثاوس بالإصحاح الرابع عدد 7 بيقول: جاهدت الجهاد الحسن، الجهاد الحسن، أكملت السعي، حفظت الإيمان، وأخيرا قد وضع لي إكليل البر الذي يهبه لي في ذلك اليوم الرب الديان العادل، وليس لي فقط بل لجميع الذين يحبون ظهوره أيضا. القديس بولس بيحكي بوضوح عن الجهاد اللي كان في حياته، عن اللي كان الجهاد اللي كان يمارسه، حتى انه ياخذ الاكليل من الرب يسوع المسيح، اكليل المجد، ويقدر انه يعيش الحياه الابديه مع رب المجد. فمعلمنا القديس نكتاريوس باخذ من هذا الحكي، وشو بيحكي لنا؟ شو بيحكي لكل واحد فينا؟ بيقول: زينوا سراجكم ايضا بفضائل حقيقية، جاهدوا بلا انقطاع فتقتلعوا جذور الشهوات التي فيكم، نقوا قلوبكم من كل هذه القذارة حتى تصبحوا مقرا لله، ولكي يجد الروح القدس فيكم المكان المناسب ليملأه من عطاياه الإلهية. القديس نكتاريوس عم بطلب من كل واحد، من كل واحدة فينا، إنه نهيئ نفوسنا، أجسادنا، قلوبنا وأفكارنا، وبالأخص قلوبنا اللي هي مسكن الروح القدس،
مسكن الله فينا، بأنه نهيئ هذا المكان بأنه يليق لسكن الروح القدس، بأنه ربنا لما يجي بده يسكن رح يشوف قلبك، رح يشوف قلبك هل هو يليق، هل في مكان لإله أنه يسكن فيه ولا لا. هذه رسالة القديس نكتاريوس لكل واحد فينا. هل منحضر قلوبنا لاستقبال الرب يسوع المسيح؟ هل جالس في قلوبنا الرب يسوع المسيح، ولا في قلوبنا في شغلات تانية؟ فيش محل للرب يسوع المسيح يقعد، شغلين حالنا بشغلات دنيوية فاضية، سوري يمكن تكون تافهة وما إلها استمرار، ما إلها استمرارية، لأنها شغلات آنية وقتية. ولكن الحياة الأبدية هي الحياة اللي رح نملك فيها مع الرب يسوع المسيح في الأمجاد السماوية. نطلب شفاعات القديس نكتاريوس إنها تنور عقولنا وقلوبنا حتى نستطيع إنه نجاهد الجهاد الحسن اللي حكى عنه الرسول المجيد بولس، ونحضر قلوبنا لاستقبال الرب يسوع دائما. أمين.